تغيرت الحال شيئا فشيئا، وفتح محمود هذا الكشك لبيع بضائعه على أحد أبواب المسجد الأقصى. فالبلدة القديمة تشهد بوادر انتعاش بعد فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، انتعاش قليل لكنه انعكس على الحركة التجارية في أسواق ومحل المدينة. الناس بلشت تيجي عهون تصلي بالحرم، صرنا شوية في حركة، صار العالم تيجي تشتري. أول ما كانش في شغل، ما فيش حركة، كانت البلد ميتة فيش حدا فيها، بس هلأ صار في شوية حركة، بلشت العالم تيجي على الأقصى. لا تزال الحركة التجارية في القدس تعتمد على الزوار المحليين من داخل المدينة ومن داخل الخط الأخضر. الحياة هنا كادت تتوقف تماما في ظل إغلاق المقدسات وتقييد الحركة، لكن الأرقام الرسمية من دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم تتحدث عن وصول عدد زوار المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة إلى 50,000 زائر. كان عدد كبير من المصلين، ونوعا ما يعني انتعش السوق التجاري واعطى امل للتاجر يعني، ولكن يعني هذا ما راح يصلح الاثار المدمره اللي حلت بالقطاع التجاري خلال فتره السبعين يوم اللي اغلقنا فيها المحلات. بس بشكل عام يعني انه المسجد الاقصى هو يعتبر مصدر رزق كبير لسكان البلده القديمه وتجار البلده القديمه بشكل خاص. أزمة كورونا لم تنتهي بعد، والآثار الاقتصادية الناجمة عنها باقية على التجار على اختلاف تخصصاتهم لوقت طويل كما يتوقعون. ويبقى الاعتماد في أسواق القدس الشرقية على زوار الأماكن المقدسة بريق أمل يساعد عجلة الحياة هنا على الدوران في وقت غابت فيه السياحة الخارجية حتى إشعار آخر. جاء فتح الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس كتوق نجاة للتجار الذين يعتبرون أن نشاط الحركة في المدينة يعتمد وبشكل كبير على مقدساتها. ثروة تقرأ الحرة، القدس.